دوري شوفي هاي لك دوري قاعدة تغطي قاعدة في الاختمتيه داك اللي قطعتيه كاع هاوليك شوف هاكي شوفي هاكي شوفي كيفاش يتنقى. الصناعات الحرفية موروث حضاري وثقافي واجتماعي عريق تتوارثه الأجيال المتعاقبة، وتستند المهن اليدوية إلى عمل المرأة بالدرجة الأولى، وتعد المرأة الحرفية حجر الزاوية في هذا القطاع. السيدة عليش فريدة نموذج للمرأة الحرفية التي حافظت على أصالة اللباس التقليدي متأثرة بذلك بوسطها العائلي، ولعها بحرفة الأزياء التقليدية وبكل ما له علاقة بجهاز العروس جعلها تترك وظيفتها الإدارية لتتفرغ تماما لعالم الأزياء والخياطة في محل تحصلت عليه بدار الحرف التقليدية بباب الود. سيدة فريدة قولي لنا علاش اخترتي هاد الحرفة، حرفة الأزياء التقليدية؟ كي صغيرة حليت عينيا نسيب ما غومير خالاتي كاع كانوا يخيطوا دايوغ لو غران كوتوريي للوش، كان يهودي كان يخيط لي توني ميليتار هما كانوا يخيطوا له، كانت ماني نشوف فيها دير في شبيكة خت ماني نعيطوا لها ماني الكبيرة كانت دير تفتل دير الفتول. بعد درتي تكوين؟ درت تكوين عند وحدة تاع البرودة تاع الماشينة، كي كنت نخدم في لادمينستراسيون كنت نخدم كنت نحكم تيلاكس لا بياس تاع تيلاكس وين ما يدخلوش تما ندير البرودة ديالي نخيط ايتو، وبعد وليت بالعقل بيان سور نحكم لي تروسو تاع هادو دي ناب دي دراغيشوليو لي زابليك وكاع، ومعاد كتب ربي بهاد الحانوت الحمد لله يعني حاجة طاحت من عند الله العزيز، نخدم لي دغان ندير لي ناب ندير كروشي ندير غرزة الحساب لي زيكوي نخدم كلش. وشنو هي الحاجة اللي تميلي ليها تحبيها أكثر منهم؟ البرودي ما نكذبش عليك البرودي نميل عليه بزاف. اللمسة العصرية التي أدخلت على الألبسة التقليدية ساهمت في محافظة هذه الأخيرة على مكانتها واستقطابها للناس. كاين إقبال بزاف يجود يحوسوا على الألبسة التقليدية. وشنو هي أكثر ألبسة تقليدية الناس تحوس عليها؟ يحوسوا جينيرالمون لا روب كابيل والكراكو العاصمي. هنا انت دخلتي نوع من العصرانه في الالبسه التقليديه؟ نعم كيما نقولوا تاع جدودنا كانت غير نقولوا البالطو هذاك يديروه يعني يفتحوه منا ويجي الجليه من تحت دوق ولا الكورسي ويبرودي والبوليغو يبرودي دوق البدرون زمان كان بدرون يعني ساب دير لك بدرون هكذا دير لك نقولوا غير كويسيكا هكذايا باش يعني تغطي على ذاك العريان ولا دوق لا لا دوق راهو جور دون بوستيي وتزيد يعني تبرودي ولا تعقشو ولا. ودوك هاتيك انتم ما دخلتوها لهاد العصرانه باش تواكبي العصر ولا الناس ولات دوموندي العصري بزاف؟ لا الناس ولات دوموندي العصري بزاف، سيبو الناس كبارات ويدومونديو العصري كيما راكي شتي هاد الفيستا اللي قلتي لي عليها. زمان ما كانوش يديروا دومي مونش يعني دوك تقول لك ديري لي كميمه قصار. الخبره الطويله التي اكتسبتها السيده عليش خصوصا في تعاملها مع العروس جعلتها تقر بان العروس الجزائريه تغيرت بين الماضي والحاضر. تغيرت العروس الجزائريه بين بكري وبين دوك؟ العروسه الجزائريه تغيرت في الحوايج تاع ليتري تاع البيت فهمتي. زمان كانت العروسه كما تديش دوزان تاع الحمام تقول كي يضحكوا عليا الا قماني الراجل يشوفوا الخزاله يشوفوا هذاك المحبس يشوفوا المراك يشوفوا التصادق تقول كلام عندي ما ندير بهم لي زور كان نقولوا غيشوليو ولا قال ما مش يديروهم. زمان كانوا نقدر نقول لك تدير حتى ست سي بيغ دير انواع تاع لي زور اللي دير باش تفرش في البنك عروسه هذوك عام تنوع اليوم يفرشت هكذا غدوه تفرش هكذا ويجوا المناسبات كان اليوم يفرشت هكذا وتزيد هكذايا دور قلاله دوق لي كي تجي لعندك تقول لك ديري لي فيستا وهذا يماها الام ربما تقول لها تعيا يعني تقنعها تقول لك ما عندي ما ندير به تقول لها ندير لانتريمو بركات عليا. السيده عليش تكون الفتيات اللائي ترسلهن الوكاله الوطنيه لتشغيل الشباب ليس هذا فحسب بل وختمها مهم لمن تريد الحصول على بطاقه حرفي، فغرفه الحرف ترسل لها فتيات تخضعهن للفحص قبل ان تمضي وتعطي موافقتها. وقد صدف تواجد اب يريد الاستفسار عن هذا الامر لصالح ابنته اثناء قيامنا بهذا الروبورتاج. كون البنات يبعثونا البنات ملانيم با مال دو فيلي كاين اللي يكملوا وكاين اللي ما يحبوش يكملوا. ملانيم كانت تخلص فيهم تعطيهم 4000 دينار ولا زيد نعطيهم حقهم جام كليت لهم عرقهم بعد لي زون ابوندوني مي كاين اللي يكملوا وكانوا اللي يجوزوا غير التريقه هكذا يجوا لعندي نعلمهم ما كاش مشكل. لا شومب دي ميتشي تبعث لي ليا انا ندير لهم الكاشي ندير لهم التيست وندير لهم الكاشي كيديروا بخي تاع الكناك ولا لونسيج انا اللي ندير لهم الكاشي ندير لهم بتي تيست هذاك نشوف الا يعرفوا ندير لهم الكاشي فهمتي. هي نجيب معاها حاجه باش تخيطها ونشوف بعيني هذا ما كان جيب مرشوق مرشوق ماش تفصلوا هيا تقطعوا وت فهمت جيب المقص تاعها وتجيب جيب كلش وما يهمش ما يهمش بعد تكوين وانت
تهضر معاهم تما يفهموا تروح لتما لا شمدي ميتي هذه في الغرفه هذه فهمهم يعطوها الوراق كي تعمرهم كي تعمرهم ديك الساعه هما يعطوها لي ادريس تاعي باش تجينا ندير لها ان شاء الله باش كيجي باغدا ان شاء الله مرحبا بها. بالرغم من خبرتها الطويله ومساهماتها في الحفاظ على هذا الموروث الثقافي بتكوينها للبنات الا انها تواجه مشاكل كثيره. انا وحده دوك مانيش نقدر راني مراه كبيره عندي راه خطوزي قتلتني دوك انا راني حابه نجيبو موان برودور بون يبرودي لي باسكو دوك هكي الزمان كانت الفتله والمجبود كانت هكذا ولا يكونوا فيسات بالكركف ولا الشعره باليد دوك ندخلوا هاد لا برودري افريكان تاع الكرو فيل بتي فيل والشعره دوك الناس بزاف طلبات عليها علاش يزيدوا يشبهوها بهذاك الكنتير والعقاش وديك الحويشيه وكاع ولي كوردون دوك تقول لك ماذا بيا ندير هكذا كيما راهم يديروا تاع عصري دوك تبدلوا. انا بيرسونيلمون البرودور كي تجيني كليونت ما نقدرش نرميها باسكو القوت ديالي ما نقولهاش ما نديروش لا لا نشد عليها وروح تصيبيني نبقى ندلل لي برودور دي فرح البير خادم دي فرح للقبه دي فرح نطلع حتى للشراقه باش نروح عند البرودور باش يخدم لي ديك لابيس باش انا نعقشها. انا دوك راني حابه ماذا بيا يكون البرودور يجيني لهنا عندي عندي الماتيريال مصعبين لي في الكوارت الكوارت مصعبين لي بزاف بزاف. وعلاه صعبولك ماشي من حقك يكون عندك كان برودور ما كاش نص قانوني يحميك. هادي ما نقدرش نقول لك هي من حقي بيسك انا نخدم مع لانيم جي فورمي دي ستاجير دوسيات كاع راهم عندي فورمي شحال من الطفله دوك نظن من حقي وعندي يعني شهادات عندي شهادات تاع لي نعلم وهنايا تقدري دوموندي لهم هنا على بالهم بلي كاع انايا اللي نعلم. انا نظن يبين عليهم بلي راني مولات صنعه دوك ولكن كبروا خلاص خدمنا ولكن كبروا ما عندناش حق. كي حبيت انا نجيب هاد البرودور باش يخدم عندي نقدر نخدمو نوار كيما راهم يديروا كاع الناس سي فاسيل نحكري له اي ما كاش بصح ما دابيا هو يكون ضميرو مليح وانا ضميري مليح لا البيرمي دو ترافاي ما حبوش يعطوهولي هذه صعوبات اللي راني متلاقيه. فتيحة ومليكة اختاروا تعلم الصنعة التقليدية في محل السيدة عليش أبدوا إعجابهم الكبير بها وبعملها المتقن. علمتني فتول علمتني العقاش ايوا دوك بغيت تعلمني فني المشي ان شاء الله. هذه لابغود غيرك تعمري اه لابغود الشعرة هذه الشعرة هي تخدمها كشعرة وحنا نعقشوا والله ما شاء الله تسمى من قلبها ماشي بنيتها. تعلمت غرزة الحساب وذكرني مع هذا كنتي العقاش تالي كراكو تعلم كوراكت تمتمت ترفد عليها كتوري لك فاصيل موك شغل ديركت تبراتيكي معها جات على غرزة الحساب برك قلت تحبي تعلمي العقاش قالت لي ماذا بك قلت ما تكدوك نعلم لك العقاش ونعلم لها كلش لفتو اللي حبت انا هنايا. في ختام هذا الروبورتاج وجهت السيدة فريدة رسالة الى فتيات الجيل الحالي الا يهمن تعلم الحرفة التقليدية. يا حليلهم يندموا كي يكبروا يندموا والله غير العلي العظيم لا يندموا كلك فرصه راحت بين يدينا على خاطر دوك ماهمش مزوجات راهم ليبغ يعني مواسين بصح ما على بالهمش واش راهم يديروا بصح نهار تستبيت يكونوا عندها الدراري تما تحس بداك الفراغ هذاك تقول كي يا اخي.